بيقع علينا بقى، بياكل هدومنا من الدولاب، والله بياكل الهدوم كلها. طب هيقولوا لنا ايه؟ رشوا دواء، نرش دواء، مش نافع الدواء ولا اي حاجه. انا شلت البتاع كده لقيت كده. اشتكينا لجميع المسؤولين واي حد، كل اللي نشتكي له يقول لي ادفع لي ادفع لي التلتين وانا هتحمل التلت. طب انا معيش التلتين، اجيب من فين؟ انا راجل على المعاش. لا، الجحر اللي بتعمله من تحت الارض وتخش جوه البيت، كل دي جحور وجرب تطلع وتخش من تحت الارض. هي بالنسبه لموضوع اللبن الابيض، سمعناه من خلال الاذاعه وانتقلنا على الفور ورفقتنا طبعا الموظفين، وكان معانا برضه مسؤول مديريه الزراعه بدائيه الوحده المحليه بتوع شرق البلاد. يمكن حضرتك البيت اللي رحت بيت الحاج ام عمر او عماره كده، شفناها فعلا الطبيعه، والبيت فعلا محتاج بعض الشغل فعلا صراحه، ويمكن اللبن الابيض مؤثر عليه. لكل بيت هيكون ليه ثمن جزايز البيض بتاع اللبن ده، بس ليه شروط. شروطها ازاي؟ هو كاداره زراعيه او مديريه زراعيه بتحكم بعض القوانين اللوائح، هيدي كل ما اول مكافحه لازم تبقى جماعيه، ما ينفعش يكون مكافحه على بيت وسيط بيت، لابد تكون المكافحه جماعيه.